التبحيرة؟ وين التبحيرة؟ أين أنت يا خالد؟ خالد الهرقين زميلنا، مرحبا. أهلا مرحبا زينب. أهلا بك. أحنا قائلة إن قربة بيتش دونك في الفضاء العائلي بقربة، هنا العائلات مختلفة الشرائح. نسمة بحرية استعمل 66 كيف ما تنقول لك صح عليك أنا توا، والحق يقال بين بين المنزل والشاطئ هناك فرق كبير. طبعا النسمة هنا ترجع الروح وتنعش، والبحر صافي يعمل 66 كيف انضافة. العائلات من مختلف يعني قدام مختلف الشرائح من العائلات، معناها ذريات صغار تلعب، عائلات قاعدين تحت ليباراتور، تعرف هنا الفضاء المهيئ او نجم نقولوا البافيون او البافيون بلو، الفضاء العائلي المهيئ في قربة اللي يشرف عليه في محمد عمريش. ومحمد عمريش هو شقيق المسرحي الجزائري المعروف ايوب عمريش، دونك احنا تو تحت الباراسول. يظهر لي اكثر واحد ينجم يحكي على الفضاء هذا سي محمد عمريش، نخليك تحكي معه شويه زي اي حبيت نعرف العائلات كيفاش والناس كيفاش معناها مستمتعين بالجو. اسكو فما عباد اونيكمون قرابه اللي موجودين بحذاك خالد والا جاي من برشا بلايص؟ قرابه ومن مختلف انحاء الجمهوريه، ناكد لك اللي من مختلف انحاء الجمهوريه يزوروا الفضاء العائلي هذا المهيئ اللي يلقوا فيه الراحه بتاعهم، يلقوا فيه الاستمتاع، ورخوا في البحر نظيف. وتعرف اللي شط هنا تقريبا الرملة تمتد على تقريبا 100 متر، وفي محمد عمريش ينجم يحكي لك أكثر على الفضاء الجميل. أي كيفش كيفش أهلا وسهلا سي محمد، مرحبا بيك. مرحبا بيك. أهلا وسهلا. مرحبا بيك على غاديو ميد سيدي. ويبارك فيك. عايشك سيدي. حبيت أن هكا نسأل عن الناس اللي يجيوا على شرائح العمرية، العائلات اللي يجيوكم من برشا بلايص، سميلي البلايص أنت سيسوغ تسألهم تقول لهم أنت منين جايين. عندك بني خلاد، عندك منزل بوزلفة، عندك بير دريسن، ضواحي قربة ومن المدن، من تونس العاصمة، من رادس، من مرسى، من جميع أقطار تونس، من خطر الفضاء. هذا الميزة فيه إنه هو العائلات لما يجيوا أحرار، معناها يجيبوا معهم مثلتهم، يجيبوا معهم معناها كل شيء، معناها لأن احنا الغاية متاعنا ما هيش فلوس، الغاية متاعنا إنه العائلة لما تجي تلقى راحتها وتلقى معناها كل بيان أورجانيزي. أي شو تأمنوا لهم؟ أنتم شو تأمنوا لهم؟ وين حوايجهم، وين يصلي، وين التواليت، ليدوش، كل شيء مرجل، كل شيء منظم. الأنيماسيون متاع الصغار، عندنا ليل ونهار، الأضواء، الكشافات اللي في الليل ينجم يعوموا زادة. ما شاء الله، معناها فضاء، معناها مشهور، معناها بالكذاب. يعطيكم الصحة وربي معاكم سي محمد. حتى توريست زادة، حتى فرونسيز، ألمون، فلاين يجيو. أمس كان الفضاء ما شاء الله معبي 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 معبي، كلها فرحانة وكلها معناها ترقص وما شاء الله كلها لباس. سي محمد، أنت توا في قدام البحر وغيره، وكل نهار قاعد تشوفني كل نهار وطقس كيفاش يكون. البحر نظيف معناتها نجموا نعوموا فيه من غير ما نخافوا على صغارنا توا. الماء سبحان الله، الماء الرمل اللي تشوفه معناها الماء صافي 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 نظيف. نظيف بركة ربي سبحانه. معناها عليكم بقربة يظهر لي للناس اللي يحبوا يبحروا. يعرفوا هما يعرفوا العائلات كلها تعرف لنا ما شاء الله. قلت لك يعرفوا معناها قربة وناس قربة وإحنا نحبوا عنا ربي عطينا فهمتي بركة من عنده. أنا العائلات كلهم عائلتي، هذوما اللي يجيوا لهنا كلهم نحبهم وعائلتي والصغار معناها صغاري. ربي يعينكم، ربي يعينكم سي محمد ويعطيكم الصحة. حاج محمد، يا حاج محمد ما ان شاء الله ربي معاكم، ان شاء الله ديما فرحانين هكا ومفرحين الناس. نزورو ان شاء الله. يعيشك، شكرا لي. يعيشك يا خالد. أي. يا خالد، اذا كان خالد، اذا كان فما اذا كان فما شكون من الناس اللي قاعده تعوم من العائلات ولا غيره، نحبوا ناخذوا شكون بحذاك؟ ايوكو بحذايا، عائله صغيره جنبي شحكينا على الزياره نتاعو للشط، علاش يختار شط الفضاء العائلي بقربه. اي السلام عليكم. مرحبا بيك، مرحبا بيك على غاديو ميد. مرحبا سيدي. منين خويا؟ احنا تو من اسامه من الحوايج نتاع قربه فهمتني. اي وهذه اول تبحيره ولا جيتوا قبل البحر؟
لا اول تدشين البحر انا عندي المدام انسان نستناو في بيبي دونك ربي يوصل بالسيله اي فهمني لهوا يعمل كيف نسمة بيدا فهمني امبيونس تعمل كيف فهمني فهم ديالنا الكل اي شنو هزيت فطورك معاك ولا كيفاش جبت فطوري في الدية كيفاش شنو فطورك والله اسمعني تخدمنا على الحانوت فهمني جبنا شويه أكلة سريعة فهمتي ساندويتشات شوية غازوز شوية ما بارد اي وانتي والمدام كهو حاتكم هكا توا في البحر هكا كانوا في ماريا اي ربي سهل في البيبي ان شاء الله البحر الماء دافي بارد الوقت هذايا خلينا نشجعوا الناس اللي توا خارجين من الخدمة نقول لهم هيا ديريكسيون بحر يظهر لي توا وقت بحر فهمتني توا تفرشيك ما عندك ما تعمل حتى شيء فهمتني لكن ما تزرع شيء الحل هو البحر الحل هو البحر ان شاء الله سواء تبحر سواء تحت الباراسول زاد بزوز حلول هايلين بالصحه ليكم بالصحه ليكم سيدي شكرا ليك يعطيك الصحه خالد دنيا معبيه يظهر لي خاطر نسمع في الحسبه حذاك اي مرحبا بك زينب وعندنا عائله اخرى اي شو نزوروهم وما زال ديجا حطوا الفطور وبداوا توكلوا على الله اي باش نحكيوا معهم شويه استدعاوك على الفطور مالا خالد مع عائله هذه بحذايا دونك باش نحكيوا شويه معكم راديومات يا خالد استدعاوك على الفطور جماعه اي لا لا تبارك الله الكرم هنا جانا البرقان من بودلفه من تاني وتوا قدامنا الفطور عندهم الكاكاويه وعندهم التاي يا اخي البرقدان منين اي منين جا وشنو علاش اختاروا الفضاء العين باهي شو البرقدان يا اخي مازال توا الو عسامة وي مرحبا بيك مرحبا بيك خويا نتعرف عليك معك عصام عصام مرحبا بيك سي عصام انت والعائلة في الشط انا والعائلة وصحاب العائلة وكل وقتش هبطتوا جينا العشرة عشرة ونص باهي معناها عندكم مديدة توا في الشط اي عنا مديدة هاو يقول لي فما فطور وتاي وكذا اي ما شاء الله جبنا زوادنا وجينا اي احكي لي كيفاش الجو عندك غادي والله الجو مزيان برشا وبحر مزيان برشا وشنو فما في المنيو رجعنا شنو فما في المنيو اي المنيو سلطه شويه جاتوات شويه يو جبن خبز برشا حاجات حاسين بخلطه تي قهوه صحه وشفي صح شويه غلا لهنا جماعه في الغاديو كلهم يغزلوا ولا ايه خويا مرحبا بكم باش يخلطوا عليكم اي مرحبا لله مرحبا صحة ليكم وإن شاء الله إن شاء الله ديما هكا ملمومين وفرحانين يعيش يا لله عايش ما تنسيوش بحذاكم عادة سي خالد باش تفرحوا بيه سي خالد سي اختص يعطيك الصحة يعطيك الصحة شكرا ليك يعيشك يا خالد عايش نصبولك يا خالد عايش شنو يصبولك توا يا خويا تبارك الله تاي وكاكاوية والخيرات السبعة موجودة والحق كما ترى زينب معناها حاجة تعمل كيف العائلات هنا الناس كل فرحانة أو مدلي القطو يعطيه الصحة يظهر لي قطو دياري دياري أمور منظمة الله مصلي على النبي خيرات منين جاو هما العائلة اللي أنت بحذاها منين جاو؟ من باردو كما قلت من باردو أي محمد عمريش كما كان يحكي لك معناها من كل أنحاء الجمهورية الناس هنا ترقى الراحة نتاعها وترقى الحق معناها البحر نظيف وفيما قال محمد معناها الرمله تشوفها معناها حاجه تعمل سيتوسين كيف النسبه البحريه والجو الاجواء حاجه تعمل سيتوسين صحه ليكم صح باش تعمل تبحيره ما توش تعمل غطسه خالد قبل ما تخرج انا نهبط البحر اي ملا انويلي معاك غطيسه يعطيك الصحة شكرا لك زميلنا خالد الهرقيم كنت معنا مباشرة من قربة وشط قربة في كل مرة باش تكون عنا مداخلة من نوع هذية مع العائلات اللي يجيوا للوطن القبلي من برشا بلايز من التوانسة وغير التوانسة والتوريست زادة اللي يكونوا موجودين بحثينا باش يستمتعوا بالشميسة وبالبحر المزيان وبالريحة الفاوحة وبالنسمة للفرشكة